اخوتنا وحبايبنا، السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم نحكي لكم، جيت نحكي لكم في واحد الموضوع اللي كيسولني عليه بزاف ديال الناس. خويا ايمن، عاوديني، كيفاش جيتي؟ كيفاش طلعتي لاوروبا؟ كيفاش درتي ليها؟ وامتى طلعتي؟ واش سوفيتي ولا مازال مش سوفيتي؟ ولا باقي هاد الطور من بلاد البلاد؟ ولا باقي هنا داير معاهم اللجوء ولا هادي؟ المهم غادي نعاود لكم اليوم ان شاء الله كل شيء من ا تل زد. المهم اخوتي، 2015 شهر 10 كان العيد الكبير. المهم حتى داك كان جات هذيك الموجه ديال اللاجئين السوريين، ملي كانت سوريا ناطفه على الحرب، سمعت انا الاخبار صافي. المهم قلت انا كان بقيت كان ديك الساعه سبحان الله، شوف كنت في القصر الصغير، كنت كنطلع تما، كنت كان ريسكي، راه كنت كان ريسكي من تما راك عارف، مش تدخل لاكار، هبط سير حتى البويرتو تما، كتدخل لداخل كيشدوك السيكيريتي يرجعوك، يجيبوك البوليس عاوتاني يبيتوك عندهم، الغد اللي يطلقوك وتبقى غاده. فين طلعنا لطنجه؟ ما جابش الله مليليه، ما جابش الله. رجعت صافي، رجعت لكازا، جا العيد الكبير ديال 2015، هبطت عيطت مع موالين الدار، حتى كنسمع واحد العشير ديالي حميد بورغون، حميد السيكولا راه كيعرفوا الدراري الرجاويين، سمعتو هضرت معاه. فين حميد؟ بخير عليك، هاني مزيان، فينك؟ راك في الالمان. ويلي على حميد، حميد كان معنا 4 شهور في التيران، راه في الالمان. كيفاش دار لي طن طن؟ قال لك اخويا راه طلعنا لتركيا، جينا مع السوري. ديك الساعه الضربه تاع سوريا يلا كانت بدات، يلا كان ممكن تطلع لتركيا كي فو. قلت انا ربي جاب لنا الفرصه هذه باش نطلعوا ان شاء الله حتى الالمان. صافي من تركيا الالمان، ما قال نقص مع سيكيريتي، ما قال عمر لاغريس، ما قال سير فلوكا، وانا على بالنا احنا راه غادي يطلع الالمان، راه يطلع لتركيا راه ماشي ساهله، راه خصك تمشي اما للغابه ولا غادي تمشي على تمشي في فلوكا. ولكن كوميم مقارنه من المغرب لاسبانيا راه كاينه واحد مسافه قصيره من تركيا لليونان، ساعتين ولا 3 السوايع على حساب الجزيره اللي غتمشي لها نتايا يا ديك اخوتي. المهم كنت انا بوحدي تما، قلت درت بلان ديالي، كنت باغي نطلع بوحدي، صار دورت في راسي قلت هو دار خصني دابا ضروري شي عشيه نتربي معاه. المهم شحال من واحد سولتو، بنادم فهمتي كاين اللي ما زعمش وكاين اللي قال لك انا خويا ما عنديش فلوس. المهم الله غالب، كله كيما تنقول والله الله يحسن العوان وصافي. حيت بنادم غاتجي على غفله وتقول لي واش عندك مليون ولا مليون ونص باش تطلع لتركيا تدبر على راسك، يقدر يقول لك ما عندي ما عنديش. المهم حيت بنادم ما على بالوش. المهم بقيت واحد العشير عبد الله حديدان، راه كنسلم عليه من هاد الفيديو هذا، تحيه ليك خويا عبد الله حديدان، راه وليد راه معايا الطريق من تركيا حتى الالمان، جينا بجوج راه ولد دربنا، جينا انا وياه. المهم طلعنا مورا العيد الكبير بشي سيمانه، طلعنا لتركيا، قطعنا في ديك العربيه الطيران، ديك الساعه كان دايره شي 3000 درهم. المهم 3000 درهم، قطعنا الي روتور، نورمال مورا الي روتور، ولكن حنايا راه عندنا الي سون روتور. يا هذيك وصلنا لتركيا 6 سوايع درنا في الطياره، وصلنا لتركيا ريحنا في اسطنبول. اسطنبول عجباتنا، كتب عليكم اسطنبول واعره وحق الله تا واعره عجباتنا. شحال ريحنا فيها؟ ريحنا فيها شهر والله العظيم، ريحنا فيها شهر، بقينا كندورو تما نشوفو بلانات، سركنا مزيان، كرينا حنايا تما عادي، كرينا في واحد الحومه تما شعبيه في اسطنبول، ريحنا تما، تعرفنا على الناس هادي، وكنا باغيين نمشيو نطلعو لاديرنا، طلعنا حتى لاديرنا ما جابش الله، كانت تما القضيه مزيره. وكان المهم كانت كان شي حمله، كان شي واحد مات تما ولا هادي. ونوصيكم الخوت، الخوت اللي كطلع لادرنا، الخوت اللي باغي تمشي من اللي توصل لتركيا وباغي تطلع من باغي تطلع من اسطنبول لادرنا، ما تمشيوش في الكار، في الكار غادي يقطعوا لكم بالباسبور، وما كيقطعوش للمغاربه ولا للنورد افريكا عامه، تمسيروا في التران، في التران رخيص، وكتمشي حتى لادرنا، في الكار ما يقطعوش ليك، حنا ما بغاوش يقطعوا لنا في الكار، حنا قطعنا واحد البلاصه في الكار قريبه لادرنا، وهبطنا في ديك البلاصه وكملنا في طاكسي حتى لادرنا، وما جابش الله عاودنا رجعنا اسطنبول. اسطنبول ريحنا فيها عاوتاني واحد السيمانه، طلعنا لازمير، مشينا لازمير. المهم انا تحطيت في تركيا بعد شحال بقات عندي، كانش عندي جبت معايا 500 اورو، تحطيت في تركيا ايماجينيو معايا عندي 500 اورو في تركيا باغي نمشي حتى الارمان، راه لا يعقل. المهم تحطيت في تركيا العشير معايا، راك عارف من كي نافيكي من هنايا وشي يدبر على راسو من هنايا، المهم ما بقاش اون بان وصافي، غير فوق كتفوت ديك البلاد حتى دماغك سبحان الله كيتحل وكيطيحوا لك افكار، فهمتي كتولي كيما تنقولوا هي راه قفوزيه كاينه، بعد مره في البلاد راه كان قافز وتيدبر على راسو، غير هي كتفوت البلاد عاوتاني كتحس بالمسؤوليه، فهمتي كتقول انت راك بوحدك هنايا، يعني نهارك خصك تجيبو باي طريقه. هذيك هي مشينا فين طلعنا، طلعنا لازمير تما مع ازمير صغيره شي راه جات جزيره شي، باش مشينا من اسطنبول كتشد الكار لازمير، وهداك الكار كيدير شي 12 ساعه كيركب في باطو، باسكو هاد الازميره راه غير جزيره، يعني انت راك تركب في الكار والكار كيركب في باطو، وباطو كيديك حتى لازمير. مشينا تحط درنا شي 12 ساعه تاع الطريق، تحطينا تما بنادم باين تما حراقه باينين، كاينين ديالنا بزاف مغاربه جزائريه
بقينا كندور، وانا قلت العشير اللي معايا، وتا هو فهمت الدري اللي معايا، تا هو كومي يمكن باش نقولوا قافز، وبنادم كيما تنقولوا معاونا شويه الاونجلي، هو تبارك الله معايا تا هو كيهضر اونجلي احسن مني انا بيرفكت. ومشينا بحال هكا تنسولو، ريحنا بواحد القهوه كسميوها قهوه علي بابا، راه قلت لكم في الفيديو اللي فات بنادم اللي تحط في اللي تحط في ازمير سولا القهوه علي بابا، قهوه علي بابا فيها مغاربه ديالنا بزاف وجزائريه، ويقدروا يحلبوك ويقدروا يعاونوك. وقعد تما كاينين الاكراد، وهذوك الاكراد راك عارف الاكراد مع العرب شويه ما شويه الحساسيه كاينه، وشي فهمتي فيهم نصابه بزاف. مشينا كنضوم ريحنا في ديك ازمير، ريحنا فيها جوج سيمانات كنبلانيو وكنشوفو هنايا، تنشوفو هنايا وانا مابقاش عندي فلوس، باقي عندي باقي عندي شي 150 اورو، كنت عن الحراك السوري تقول لك عندك 1000 دولار 1000 اورو، حيت علاش السوريين كيجي كيقول لي 1500 1000 تيخلصها كي دي ماري كيوصل اليونان في ساعتين، كاين اللي كيمشي فيخش اقسم لكم بالله، كاينين السوريين اللي عندهم ميمي كيخلص واحد 5000 اورو 4000 اورو نص ساعه من بودروم، من هذيك الجزيره اللي قلت لكم انا كاينه في ازمير حتى اليونان شحال كيخلصوا 3000 4000 5000 كيمشي 5 ايطوال، عاد يضرب الدوره هو كيلقى راسو في اليونان. انا الغالب والله احنا ولاد الشعب بنادم طالع باش يحرق، وانا مع معولين عليها، قلت انا بلادي ما نطلع لتركيا راه كوميم راه غادي تصوفي تصوفي سوا اليوم سوا غدا، بقيتي شهر شهرين عام عامين، المهم راك باعتي من ديك البلاد وان شاء الله ربي راه غادي يجيب التيسير. المهم الدري اللي معايا بقينا كنصبروا في بعضياتنا اش غادي نديرو اش غادي نديرو، كنمشيو كنسولو حراقه حراقه كيصدمونا، والدري تا هو اللي معايا مسكين مابقاش عنده فلوس بزاف، ولا مصوفي من جهه اخرى جاو فلوس وهذه، وانا ما بقاش عندي، بقات عندي 100 اورو، 100 اورو ما غادي ليا والو انايا. ولينا في ازمير حنا اش كنديرو في ازمير، كنديباني وتا الاوطري يعني في اوطي شي مات مي صافي، كما كنقولو ملي شفنا الحاله بنادم وجد بنادم جا لتركيا باش ينعس في اوطيل وياكل ويتبعصص، لا جيتي راك حراق اخويا سير طلع سهل سير عليك الله من بعد، وديك الساعه ريح في الاوطيلات وسير تطلع بعد ضمن توصل ضمن روحك راك وصلتي لالمانيا ديك الساعه فهمتي، عاد ديك الساعه راه كيما تنقولو راه حاجه اخرى، علاش حيت اوروبا راه ماشي هي تركيا هذيك راه اسيا، لا جيتي لاوروبا غادي تصوفي غادي تصوفي. المهم يا هذيك اش غندير اش غندير انايا، كنمشي عند حراقه حراق جا عندي واحد، مشينا عند واحد حراق شونسي واحد حراق ولا باقي عاقل، واحد حراق شونسي مشينا عنده سلام سلام خويا، قلت له انا قبطان عند القبطان اللي كيسوق زورياكا، مشيت عند الحراق قلت له انا غادي نسوق زورياكا، غادي يقول لك بشي فابور ولكن راه مسؤوليه، انا عمري نسوق زورياكا راه غير تعاون الوالدين وربي سبحانه وتعالى اللي المهم زعمت، انا قلت صافي غادي نبقى ندور في ازمير التشرد وبنادم ما كاينش وفهمتي ما كاين والو، اش بقى تما الدور في الخاوي، قلت غادي نديرها في يد الله على مسافه قصيره، وحنا عارفين بنادم جاي محل في البلاد راه موطور تاع الزودياك راه العكس، الا دورتيه اليمن راه غيدور لك اليسر، ولا دورتيه اليسر راه غيدور لك اليمن. مشينا توكلنا على الله، هي هذيك الحراك مشيت تهضرت معاه ومعايا ديك الدري والدرب، المهم متفرقناش بقينا بجوج، هضرت مع الحراك خويا قلت لي صافي انا قبطان دار معانا غدا قهوة فلان فلانية، مشينا عنده الغد ليه جا جروب تيعيط في السميات هداك الشي قايم مقيد لي الساط طط طط شحال قال لي نوف في الاول، قلنا راه زودياك فيها 12 مترو وغنمشيو نتوما غير 30، عرفتي يا خوتي ملي وصلنا للبحر باش نتحركوا اليوم شحال لقينا من واحد، اقسم لكم بالله شي 54 واحد، رجالة عيالات كبار دراري صغار بنادم، وحنا مغاربة مالنا غير قلال، كاين شي خمسة المغاربة اللي كاين في ديك الزودياك كاملة، وانا مالي انا خصني نصوب بيهم، عمرني سك زور ديالك اقسم لكم بالله عمرني سك زور ديالك في بلاد مي الزعام ورضات الوالدين وربي سبحانه وتعالى، واللي برضات كما قلت لكم قلت صافي غادي نديرها في يد الله انايا، صدقاتي هذيك ما صدقاش راه الله غالب مو سامح. المهم جي هذيك توكلنا على الله دي ماريت زور ديالك اقسم لكم بالله شنو طرا لي انايا، راك عام عمل معمر وصاك مع ديك الداشي ديال البحر مع زد زور ديالك بواحد 500 متر ويضرب بيا دور في الماء بحال هكا، ودوك الحراقه تما دوك المهربين والله اقسم لكم بالله بالسلاح، راه الدراري اللي جاو من تركيا راه يعاودوا لكم على الاكراد تما، وكانوا ما عاملينش مغاربه، انا تلاقيت مع واحد الدري من كازانيت خدام معاهم تما هو تسباشا كان خدام معاهم تا هو تيدور معاهم تما بالسلاح اقسم لكم بالله. المهم ما علينا ضربات بيه دوره في الماء، ودوك الحراق تيقول لي غير سير وانا ترجع عنده غادي يولي الله يستر جاب تي سلاح وتيري فيك ولا شي حاجه مالنا على خويا، قلت انا غادي نديرها في الله صافي، غير شدت لا رانتي ديالها وليت غالي عاد بنادم تما بدا تيرشح صافي، وانا مالي انا غاليت اللعيبه فهمت، انا راه من الداخل عالم بك الله مخلوع، ولكن ما كتبغيش شويه هذوك اللي راكبين معاك باش ما يتخلعوش، علاش حنت القبطان كما تقولوا نقولوا كما نقولوا انت راك هو الكابيتان، انت خصك تكوراجي بنادم دوك اللي راكبين معاك خصك تكوراجيهم، انا دا غادي وصيك وفهمتي غادي ما على باليش، المهم باغي نطمئن الاخرين بان راه كلشي بخير صافي. بقينا غادي غير فتنا المياه الاقليميه، المياه الاقليميه تاع تركيا، دخلنا للمياه ديال اليونان
ويش بدا الماري يا خوتي، وخا نحقق كنا خرجنا بالليل، اقسم لكم بالله راه كتجي الموجه عرفتي، راه كتضرب ديك القمقم تاع الزودياك، اقسم لكم بالله كتضرب القمقم تاع الزودياك، راه الزودياك راه كتهز. وانت ايماجيني معايا، تخيل معايا زودياك فات 12 المترو وراكبين في 54 ديال البشر، شحال اب وزيد عليهم السيكان والباكطاج تاع بنادم، راه ربي وقف معنا وصافي. وكنا خرجنا، حنا خرجنا في المهم تحطينا في شهر 10، وحنا داك الشالي ريحنا في اسطنبول دوك الايامات في ازمير، وخرجنا حتى النص تاع شهر 11، اقسم لكم بالله. والبحر راك عارفين البحر في هذا الوقت هذا شويه راه غدار، مشينا صافي درنا فيه طلب، بقينا دخلنا البحر ديال اليونان، كتجي ماريا كتضربك بك صوبيا كتهز، وانا مالي سبحان الله ربي. المهم داك نبهني، المهم طاحت لي في دماغي وصافي، قلت انا الموجه غادي تكون جايه عندي غادي نكسيري باش ندخل فيها ونهرسها، وداك الشيء اللي طرا سبحان الله وصدقاش اقسم لكم بالله. صافي باش كتجي الموجه، مع كتمشي الموجه قاصداني كندخل فيها صافي، كتزود داك كتبقى غاده كيما نقولوا كتبقى غاده ديريكت. صافي بدينا كنقربوا للضواو ديال اليونان، صافي بدات تفرح اخويا. مشينا تما كان واحد المرة تحطينا حنا في كيوس جزيرة كيوس، حطينا في واحد المرسى صغيرة تما، صافي باركيت ليهم، زودياك تما، هبطنا. أول حاجة درت يعني سجدت الله سبحانه وتعالى سجدة، قلت الحمد لله يا ربي وصلتيني على خير الحمد لله. مشينا هي هذيك، المهم جاو عندي السوريين والعراقيين، خويا حبيبي شكرا، واحد ذا لي طبيب البحر، وحده اقسم لكم بالله قالت لي شوف، قالت لي ضرب معنا الطريق الالماني، قالت لي نزوجك ببنجي فهمتي، مع بنادم شافو قافز وكابابل وهذه ماشي عياقه، ولكن راك انت في واحد السيتياسيون اللي باغي توصل لالمانيا باي طريقه، يا كي كيما نقولوا يا قفوزيه يا شكوى في راسك يا فهمتي، المهم توصل توصل. يا هذيك اخوتي مشينا وصلنا لديك الجزيره الصغيره، هذيك الجزيره الصغيره كيفاش خصك توصل تما، كتعطيهم سميتك، وكنيتك والبلاد، حنا ودرناهم فلان بن فلان سميه كذا، هذه ضربات كتعطيك واحد الخارطيه، هذه الخارطيه اللي هي واحد الورقه فيها سميتك والبلاد ديالك، وهذيك الورقه فيها مده ديال الشهر باش تخوي اليونان، المغاربه حنايا والجزائريه والتوانسه كانوا كيعطيونا شهر، والسوريين كانوا كيعطيوهم 6 شهور عندهم الحق باش يبقاو في اليونان، حنا كانوا كيعطيونا غير شهر. المهم حنا تسنين 3 ايام باش خرجتني ديك الورقه، المهم ديك الورقه تما دوك الجزائر كيطراو فيها افلام، انا والعشيه اللي معايا دبرنا راسنا تما مزيان، مشينا يا هذيك ركبنا ضربات 3 ايام، ركبنا خدينا واحد كيما يقولوا عبار صغير، واحد الباط، كبير واللي كديك لاتينا عاصمة اليونان. مشينا وصلنا لاتينا، اتينا ما ريحناش فيها بزاف، اتينا راك عارف تما ما كان الشهر تما كيضرب بالنبل، وبنادم تما راك عارف تما عقلية شوية مبدلة على العقلية الاخرين اللي كاينة، العقلية اللي كاينة في اليونان بوحد هذيك ما تهضرش عليها، عقلية اغريقية. وصلنا اليونان ما ضربنا واحد النهار، وصلنا في الصباح بكري الليل شدينا الكار، شدينا المقدونيا، شدينا بديك 40 اورو باش شدينا المقدونيا. حنا الحمد لله كيما نقولوا الوقت اللي جينا فيه حنايا ما كانش مسدوده، حيت كاينين الخوت جاو من ورانا لقاو مقدونيا لقاو مسدوده، لقاو لي كيدوزو غير السوريين، اللي مغربي ولا جزائري ولا تونسي كيردوه منين جا من اليونان. حنا الحمد لله كي وصلنا دخلنا مع السوريين ودخلنا مغاربه، ماشي ما كذبنا عليهم ما والو، حنا راه عندنا غير السميه كاتبين عليهم في السميه ولا دات نيسونس وكذا، ولكن راه البلاد وهذيك عاطينهم الاكزاكت. والمقدونيا، شدينا التران، المهم ركبنا في كار، من اتينا حتى المقدونيا، وصلنا المقدونيا شدينا كار، شدينا يا ربي شدينا التران، كاين تران كديك من مقدونيا كديك لصربيا، الحدود تاع ما بين صربيا وكرواتيا، حطنا تما، فين بدات الحرب اخوتي اقسم لكم بالله، تما البوليس ديال دوك البوليس تاع صربيا ودوك البوليس تاع مقدونيا من شر ما خلق، ما راك عارف ما حنا حتى حنا كيشوفونا حنا سبحان الله منومرين، نورد افريكا راه حتى هادي انا كانوا كيعرفونا، وميم واخا دوك الدول ديال مقدونيا وصربيا ما كاين محلبينش بينا حنايا، مي كانوا كيشوفوك انت كيقول لك كيجي يقول لك بحال كيقول لك مابوكو الجيريا تونيزيا بحال فهمتي، كيعرفوك من شمال افريقيا، هي هذيك حنا ما على بالناش بيهم. المهم شما كيتعدى ولا بنادم شما ضارب وهادي كيجي يسبوك، ما عادش غادي تقول لك الا كان شي حاجه عند الكلب قول لي سيدي اصبرنا وصافي. حنا الحمد لله مضربونا ما والو، كانت مناوشات صغيره مي الحمد لله كلشي خرج طريف. هي هادي كملنا من فين خلينا، شدينا قلنا شدينا التران من مقدونيا لصربيا، تحطينا في صربيا، عاوتاني شدينا كار من صربيا لكرواتيا، دخلنا لكرواتيا بينا كنشوفو شويه الضو، يجي عندك بنادم زوين فهمتي، الناس كتعامل معاك زوين، كتنسى انت هذيك، كتنسى ديك اليونان وديك تركيا وهذيك كتبدا تنسى ملي كتشوف لكرواتيا، كتبدا كتنسى قاعده كيما نقول داك الباسي الخاص كتبدا تنساه.
صافي هذيك دخلنا الكرواتي، كرواتي شدونا بصمونا صورونا سميتك كنيتك كذا، هادي ضربنا شي يومين تما هما يجيبوا لنا كار من كرواتيا، ومن خلاص الترونسبور كبشي فابور حتى الالمان من كرواتيا في هذاك الوقت 2015 يا هادي. وصلنا لكرواتيا ضربنا يومين تما، كلينا دوشنا قصينا مزيان شربنا النافيينا شويه، وحنا نهبطوا جابوا لنا كار دانا تل سلوفينيا. سلوفينيا كيبدا كونترول يا خويا، كونترول تيقلبوك من صبعك الصغير حتى الشعر الاخر في راسك، اقسم لكم بالله سلوفينيا دارنا كونترول جينيرال، ما كاينش ما تدخل معاك والو، يلقاو عندك كامل كاين الحسنانيه يحيدوها لك والله العظيم. هي ديك سلوفينيا تا هما سلوفينيا جابوا لينا كار دانا حتى للنمسا، اي دخلنا للنمسا، النمسا دخلنا ريحنا، مو راك عارف صافي كتدخل للنمسا كتقول صافي راني تغربش راني في دابا كتسمى غربه، راني في الغربه. اما ديك السير هذيك كرواتيا ومقدونيا وصربيا هذيك صاحبي راه البلدان ديالنا حنايا راه الله يبارك راه احسن منهم ب 1000 درجه صاحبي، تما راه بنادم راه شنو نقول لك، تما بنادم راه كيبيع لحمو، راه كدار كاين واحد السوق في واحد السوق في سميتو واحد السوق في مقدونيا، كاينين الله يستر كاينين عيالات كيجيبوا بنادم كيبيعوهم تما، راه الله يستر تما عقل هي شويه كيما تنقولوا الجاهليه والكفر وفهمتي و... مهم هذاك هذاك البلاد راه تزنا منا كيما نقولوا غير باساجي وصافي، عابر سبيل وصافي. انا راه عارف شي راه عارفين ملي كنا في البلاد، بلاد الحمد لله شي باش انا شنو اللي نفعتنا، بلاد ملي كان في البلاد مدوز ومجا الوقت مزيان وفهمتي وبراسو صغير وشي ما فيه لا عياقه ما فيه لا تكبر لا والو، كي كدا طلع لاوروبا كدا كيما تنقولوا داك الشيء اللي تعلمتي في البلاد كدا تطبقه، وكتبدا غادي ايطاب ايطاب حتى توصل للهدف ديالك اللي حاطه في دماغك انتايا. الحمد لله شي حنا اللي وقف معانا الحمد لله. هي ديك اخوتي وصلنا للنمسا، النمسا كاينين الدراري اللي كانوا معانا، حيت تلاقينا في الطريق تلاقى مع مغاربه، مغاربه ضاربين سيمانه في صربيا كتجرهم معاك، واحد ديما المهم الدول هادو ولا الدول البلقان دول اوروبا الشرقيه كتبغي الكليكه، عاد شحال من واحد الله يستر التكريسه، كاين عصابات تما الفقر عندهم تما اخوتي، راك عارفين هما اللاجئين جايين جاي يبيع دارو وبيع الذهب ديالو راه جايبين معاهم فلوس فهمتي، اكيد شحال من شحال العائلات السوريين داو لهم ديالهم ما خلاو داو لهم باسبور داو لهم فلوس داو لهم الذهب ديالهم، شحال من واحد الله يستر تما مات. المهم يا ربي حفظنا الحمد لله حنا ورضات الوالدين اللي وقفاش معانا. وصلنا للنمسا كاين شي دراري معانا بقاو في النمسا، وكاين اللي من النمسا مشى لطاليان كله وكيفاش البروغرام ديالو، انا جاي باغي لالمان الدري اللي معايا حتى هو غادي الحمد لله ما تفارقنا جايين خوش كما تنقولوا، كنتقاسموا الحلوه والمره، تحيه لك خويا عبد الله، كنتقاسموا الحلوه والمره. اي فين وصلنا النمسا جاو عندنا قالوا لنا واش بغيتوا ديروا اللجوء، حنا جايين جاي ملي كنا جايين من البلاد ما عارفين لا اللجوء لا والو، تعرف اوروبا راك عارف توصل لاوروبا نهار الاول تجبات في الزنقه سيمانه شهر عام، المهم تيسر لك الله طيحه ونوضه تيسر لك الله، تي راه عارفين حنا ملي كنا في البلاد راه شي بز زوينه، وجايين الحمد لله جايين معاونين على الله سبحانه وتعالى، ما كاين لا عائله وصلكم اخوتي غير طلع لاوروبا ولا عنده العائله، لكن عائله في شكل يمشي عندهم يوقفوا معاه توقف على رجليه الا اللي عارفه ما غادي تمنيكو بيك بلا ما تصرح شي واحد، علاش هتقدر تصرح شي واحد ونهار يسال عليك الله نمشيو للبلاد بداو منو عليك المن، هذاك المن راه في الدين ديالنا راه حرام، شي واحد كما تنقولوا دير معاه شي جيست دير معاه شي حاجه ومن بعد يقول لك انا راه فلان بسبابي دبر في قاوريه ولا بسبابي دبر في خدمه ولا بسبابي دار الوراق، هذاك كيتسمى منو بنادم كيما صاحبي درتي الخير نساه ديروا الخير ونساه ربي يجازيك باش تحسب، هادشي اللي كاين. المهم ما علينا وصلنا لالمان، جاو يا ربي جاو عندنا النمسا، جاو عندنا بوليس تاع النمسا ودوك صحاب اللجوء واش ديروا اللجوء، انا قلت لهم لا قلت لهم انا باغي نمشي لالمان، قلت لهم دوتشلان على قلت لهم كاينه دوتشلان ممكن كنعرف لها النمسا لا والو، انا باغي نمشي لالمان سالينا لالمان انا من الصغر راك عارف، لا الماني دوله عظمى اخوتي والله المانيا كتعجبني انا العقليه زوينه ودوله عظمى فهمتي، وكاينين في مراس الشغل هنايا مادام نافيكي مدام، المهم تيجي على المدامات وكيفاش تزوج كيفاش دبر على قاوريه راه غادي ان شاء الله من بعد كما قلت لكم الفيديو راه غنديرو لكم دابا باش تعرفوني انايا شخصيا وكيفاش جيت لاوروبا، غتلقاني ان شاء الله بديتها وهذيك الساعه كيبداو يكثروا العائله بدات تكبر العائله والناس والحباب بداو يسولونا، راه ديك الساعه ضروري مره مره نديرو فيديوهات بحال هكا كما نقولوا نتعرفوا على بعضياتنا ضروري هذه ما يحيدهاش الطبيب. المهم وصلنا جابوا لنا كار الناس اللي بغات في المانيا قيدوا لنا سمياتنا طن 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 طن، وصلنا جابوا لنا كار دانا حتى لالمان فين حطينا حطينا في برلين عاصمه عاصمه حطينا في برلين حتى كنشوفها كنشوفها، وداك درينا ملي عبد الله تغربنا عنك شوف على قلت يا عبد الله علاش حيت في النمسا ما خلوناش نخرجوا، حيت كون خلونا نخرجوا في النمسا بشي بحال كتمشي لفيين العاصمه ديال النمسا ولا زالسبورغ ولا هادي غادي تشوف عاوتاني مناظر زوينه وتحس براسك، حنا ما خلوناش نخرجوا هنا غير في كامب واحد مخيم للاجئين
كيمشي كيدوك من الحداده للحداده، فهمتي؟ بحال دابا كتشوف الحدود تاع سلوفينيا، كيجيبوك من سلوفينيا كيحطوك في الحدود تاع النمسا، ما كيخليوكش تدور في السونتر فيل، حيت كتسمى انت راك باقي ماشي غير قانوني، باقي ما دار لا لجوء، باقي ما راك غير غادي وصافي، غير كي كتبصم في الحدود وكتكمل حتى كتوصل للبلاد اللي باغي تمشي لها. هادشي باش كان زوين في 2015، البلاد اللي كتوصل لها تيسولوك تيقول لك شناهي الوجهه ديالك. انا المهم شي 7 دول دزنا منها كنت مع دوتشلاند ولا جيرماني بحال هكا. ما كاين لا نمسا، ما كاين لا طاليان، لا فرنسا، لا والو، لا المان سالينا. يا ديك جابوا لنا كارد، دانا لبرلين، هبطنا لبرلين. عبد الله شفش فيه كي عبد الله تغربنا عنك، تو كانوا معنا شي 20، وانا كنت باغي نجي لواحد البلاصه عند انا الدري حميد اللي قلت لكم نيت حميد السيكول الدري وتبورغون، تحياتي لك خويا حميد، كنا باغي نمشيو عنده. المهم كنا هنا 7 ولينا عاوتاني كما تنقولوا، كنا باغيين نمشيو في تران من برلين لهانوفر. صاحبي حميد كان ساكن في هانوفر، المهم في نواحي تاع هانوفر، وباش تطلع لبرلين لهانوفر راه خصك واحد، اش نقول لكم، راه خصك واحد 4 سوايع في التران وهادي، وراك عارف حنا جا وصلنا 0 اورو، طلعنا في التران سالشين، شدونا كونترولا هبطونا عند البوليس تما، كوميساريه ديال كاين كوميساريه عندهم هنا في لاكار تاع التران في البانهوف، كوميساريه تاع البوليس كاين في ستاسيون تاع التران، هبطونا بصمونا منين نتوما مغاربه صورونا تما، فين ماشي تحشات لينا ولكن فهمتي، مع دخلنا بدينا معاهم. انا بعدا بقى فيه الحال، انا شخصيا بقى فيه الحال، قلت يلاه داخل ما عندي حتى 12 ساعه غادي شدونا البوليس تاعتي في التران، راه شي راه بدايه زوينه هادي، الله يخرج العاقبه على خير وصافي. المهم يا هذيك شدونا بصمونا خداو لنا هادي، قطعوه مكتوب، مش عارف الناس باقي فيهم انسانيه هنايا كوميم، هنايا واخا كيما تيقولوا كاينه شويه العنصريه وكاين شويه التمييز، ولكن حقك تاخذو هنايا ولا ما عندكش تاكل وتشرب هنايا وبخير. انا جايكم الهضره، البوليس سولونا شحال عندك انت، شايف قلبونا بحال هكا، قلبونا من جيوبنا كلشي، قلبونا ما عندكش فلوس كيقطعوا لك تيكي تاع التران، واللي عنده فلوس يقطع تيكي بوحدو، يتكلف بروحو يتكلف براسو يقطع تيكي بوحدو. انا وصاحبي ما عندناش فلوس، عندنا الله سبحانه وتعالى قطعوا لنا تيكيات، كملنا مثل عند خونا حميد وصلنا عنده. المهم ضيفنا، شافنا حنا بزاف ما كانش معول، السيد صدام شافنا شحال داير معايا غير انايا والدري عشيري، ولينا حنايا في 7 ولا ما عرفت شحال، وصافي. المهم الصبر غد ليه كله تفهم ياك عادي. المهم خوتي نوصيكم، الجماعه في اوروبا ما مزياناش، على الجماعه كتجيب المشاكل، اذا كنتي بوحدك احسن ليك، كان معاك شي عشيري كتفاهم انت وياه وكيفاهمك، فهمتي؟ شي فرده مزيان اللي غتفاهم معاه وتفاهم معاك، بقاو ضربوا تريبي وضربوا الطريق بوحدكم بجوجكم، ولا ديما كما تنقولوا ما يبدا يلبس نقي يلبس سوين، وفهمتي ديما كما تنقولوا حنايا ما تاتيريش بنادم، ما تخليش بنادم يشك فيك، يعني ديما تكون لبس عادي، شد شي كشاف في يديك بحال دابا غادي ساج في تران، شد شي كشاف في يديك، لبس زوين، شي نظيرات تاع الشوف، شي حاجه كيما تنقولوا، اللي ما تنتيرش الانتباه ويجي عندك بوليسي ولا كونترول، يجي عندك انت ديريكت يقول لك لا كارت ديالك ولا اش كدير هنايا، بنادم يحاول ايفيتي هذا المشكل هذا. والجماعه ما نوصيكمش بها، واحد لكن تجيب وحدك مزيان عليك احسن ليك، معاك جوج واحد اللي فاهمك وتفاهمو عشيرك، راه هذيك تكون احسن حاجه نيت. المهم يا ليك اخوتي وصلنا بحال هكا، ما كاينش فين غتبات، ما كاين والو، اش غادي نديرو؟ خصك تمشي دير اللجوء، حيت المانيا ما خصك ضروري، حيت المانيا لو باغيت كيما تنقولو ما تقدر، ما ولك الساعه كان البرد، ما عندك ما دير، بنادم راه كي وصلنا نعسنا في الزنقه، كدبا لي كذاب اللي يقول لك غير وصلنا مشينا، تعرف نعسنا في الزنقه في لاكارات تاع الترانات تحت الكنطراج، الحمد لله مشينا لواحد البلاصه اللي يسميوها برونش فاي، فين عايش انا دابا هاد البلاصه هادي سبحان الله راه غير بالصدفه، والله العظيم تا غير بالصدفه جيت لهاد البلاصه برونش فاي، درت فيها اللجوء. اللجوء شنو هو؟ شنو هو اللجوء؟ كتدخل الالماني كتقول لهم انا جاي هارب من بلادي، المهم كاين اللي عنده الحرب تيقول لهم انا لاجئ، كيما نقولوا لاجئ، اما دير لاجئ سياسي، لكن انت لاجئ سياسي ديك بوحد هذيك كيما تنقولوا هذيك ما درناش حنايا، حنا درنا لجوء انساني، انت هارب من الفقر ومن البطاله وما عندكش والشفاره في البلاد وكلشي كيشفر، وبنادم ما باغيش يحشم وبنادم ما باغيش يتقى الله وكذا، هذاك الشيء ما كيعرفوش هما هنايا، غادي يشدوك هذاك العام الاول تسكن تاكل تشرب يخلصوك في الشهر، ولكن واحد النهار غادي يجي رفض، يجيك رفض يقول لك خويا انت اللجوء ديالك ما مقبولش عندنا، سير دبر على راسك، كتلقى واحد الانذار بالشخوي الالمانيه كيسميونا الكيت، بالشخوي الالماني تمشي دبر على راسك، ماشي كيجيو يشدوك يدوك للبلاد ولا يدوك الحبس الوراق، انا هادشي باش كان زوينه في الالمان، ودابا ما عرفتش باقا والله اعلم، دابا راه باقي كيديروا مع بنادم غير دابا كما تقول مع بنادم قلال، ولاو كي غير كيسرعوا الاجراءات تاع اللجوء. المهم دخلنا درنا اللجوء، كلينا شربنا
الله يرحم امي ووالدي، الناس الله وفينا صراحة، قلت لي الناس ربنا انا حسناه. اش كنقول لكم الا كان مكتب لكم الله شي حاجة؟ تلقاوة جيت ضربت 3 شهور هنايا، تعرفش على مدام المانية، تعرفت على وحدة المانية، بقيت مع اون كونتاكت، باقي ما كاين لا لغة لا والو. الزعامة ونوصيكم الدراري، الناس اللي باغي تدبر على مدام، شوف تكون عندك المانية ولا ما تكونش عندك، عندك شوية اونجلي تكون، المهم يكون هذا كيما نقول حنا المغاربة، يكون عندك هذا الوجه، هذا يكون هنايا، تكون هنا قصديرة، ما تحشمش ما تمركش، ما كاينش المرقة صافي. عجباتك وحدة سير عندها هضر معاها، ديرها في يد الله، توكل بسم الله، توكلت على الله، قصد قصد العويانة تشرب. هذاكشي اللي عجباتني انايا وحدة، مشيت عندها. المهم هاد القصة هادي ديال كيفاش عرفت على مدام نقدر نحكي لكم من بعد. مشيت عرفت عليها، بقينا اون كونتاكت 3 شهور عندي في الألمان، دبرت جاب الله في مدام صافي. قلنا نوينا نوينا المعقول، تعرفت على راك عارف تجي تعرف الاول تا منين اش باغي دير كيفاش كنتي كدير كدا، راك عارف نشوف بلا ما يلا كتعرف واحد على واحد. هو هاد القضية هادي بغيت نعاودها لكم، نقدر ندير لكم عاوتاني شي فيديو عليها ان شاء الله ونعاودها لكم. ما عنديش غير ندير المشكل، انا قلت لكم انا القناه درتها هذه باش نبارطاجي فيها الحلوه والمره. بغينا نديرو شي عائله حنا ان شاء الله في اليوتيوب اللي تحكي عليهم، واللي ماشي شكوى الله، انا ما كنشكيش عليكم، انا لو بغيت نشكي كان كان كنمشي كان نشكي الله سبحانه وتعالى، انا كان كنبارطاجي معكم غير حياتي، انا راه ما غندير نبكي، انا راه ما باغي والو من اليوتيوب هذه. تا من بعد ان شاء الله لو جات شي حاجه مرحبا، اما دابا غير تكبات الفيديوهات هادو نخليهم سوفونير في اليوتيوب، باش واحد النهار يبقى عندك سوفونير كما تنقولوا. راه كتبارطاجي مع الناس، وكان ماشي كنبارطاجي، انا راه كنبارطاجي كلشي اخوتي، راه ماشي تقول هذا غير حراك جا من تركيا، راه مخو خاوي دماغو خاوي. الحمد لله الحمد لله المخ عامر، هذوك المعلومات اللي كنعطيكم انا سواء على الدراسه سواء على كيفاش جير المانيا راه كامل منهم. وراه الدراري المهم الناس اللي كتقرا في المانيا ولا هذا يكذبوني في كومونتيرات هنايا، وكنتحدى شي واحد هنايا عطيتكم شي معلومه غالطه هنايا. علاش انا باش كيما نقولوا حنا نفريوها، انا عندي المرا ديالي خدامه مع الاوسلاند بيهوردا، الناس اللي في المانيا غادي يعرفوا الاوسلاند بيهوردا هي شؤون الاجانب، يعني هي الا كان شي قانون جديد ولا شي حاجه كتجي كتقولوا لي انا، وانا انا غادي نبارطاجي معاكم ان شاء الله، يعني ماشي شي حاجه من دماغي ولا ماشي غير سامع. وكما قلت لكم اخوتي هادشي اللي كاين، و نتمنوا ان شاء الله نكونوا خفاف عليكم شويه، راه كيما قلت لكم الخوت راه القناه شويه بشويه راه فيها كيما راه فيها، ندير لكم تعلق في الاوغاش نولي نساليكم معايا، انا معنا انا رجاوي وكنت كنمشي للتيرانات، انا مبلي بالتيرانات وبالكره، نولي ان شاء الله نصور لكم شي تيران ديال دورتموند، تيران ديال بايرن ميونخ هنايا، تيران ديال هانوفر، فهمتي، ندير لكم تعلق في الاوغاش في التيرانات. خاصة القناه تبدا تكبر شويه وتلقى لي كومونتي ليك، ولا يقول لك خويا دير لينا هذه ولا هذه، فهمتي، وشويه بشويه. وتبارك الله عليكم اخوتي، والله يسهل على الجميع. وحاجه نقول عندي واحد عندي واحد دعوه ثاني، باغي شي هضره باغي نقول للناس اللي قدام في المانيا ولا الناس اللي قدام في اوروبا، ما تبقاوش فشلوا بنادم اخر خوش، ما تبقاوش فشلوا بنادم. حيت علاش كاين انسان واحد جا عنده شهر في اوروبا كيجي لالمانيا يتلاقى مع شي واحد قديم انا عنده 30 عام في المانيا، يبدا عليه والمانيا صعيبه ويشدوك ويرجعوك للبلاد، كي دي موتيفي كيطيح عليه المورال حشومه. السيد الله جا خصك توريه تقول ليه فين تمشي فين يجي، تمشي ترجم ليه تعاون وتوقف على رجليه. حتى انت انا وانا واحد النهار اللي جيتي انت راه ما كاينش العقل عليك هنايا، راه الله سبحانه وتعالى عطاك واحد المهم دبرتي في اقامه ولا عندك باسبور الماني ولا ما على باليش، انا يعاون الناس الخير في مساعده. ونوصيكم اخوتي عاوتاني حاجه وحده، اللي جا هنايا اللي دخل الالماني ما ينساش الدين ديالو، ما ينساش الدين ديالو. علاش؟ حنت الانسان واخا يعطيك نصائح واخا يوريك ملي تمشي له مكتب لك الله شي حاجه غادي ديها غادي ديها. نوصيكم اخوتي بنادم ما يفرطش في الصلاه، الرسول صلى الله عليه وسلم قبل من يموت قال لهم الصلاه ثم الصلاه ثم الصلاه، بنادم ما يفرطش في الصلاه ديالو وربي ما يخيبكمش، ربي معاكم اخوتي والله يسهل على الجميع. واللي كيتمنى اللي كيتمنى شي الخير الله يسهل عليه، واللي ما شافش المهمه هنايا في الغربه يسهل عليه ربي ان شاء الله ويبغى يشوف المهمه. وتبارك الله عليكم اخوتي، والسلام عليكم. يا الله تبارك الله عليكم، وما تنساوش تابوناو معنا وبارطاجيو مع صحابكم وكومونتيرات خليهم، راه ما كاينش المشكل.